اليوم أتى تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن، ما هو محض الصدفة، ولكن أتى بإعاز من الرئيس عبد ربه منصور هادي، نعم. وكذلك تم انعقاد اليومين المنصرمين مؤتمر في دعوة من المملكة العربية السعودية في الرياض. وأكد عبد ربه منصور هادي أن اليمن العظيم لم يكن مرتعا لتلك الأفكار الهدامة أو ممر خلفيا يعبر عنها المتسللون لإغلاق أمن المنطقة عبر وكلاء هناك يفتقدون روح الانتماء لأمتهم العربية. الكل يجمع عليه، سواء أنا وأنت والضيوف الكرام، بأن الكل يريد السلام، الكل يريد الوئام، من ولدنا إلى هذه الدنيا وإحنا نرى الحروب مرارا وتكرارا، كثير من البلدان، من الحرب العالمية الأولى إلى الثانية إلى القضية الأم الأساس الفلسطينية، وناهيك عن الحروب في المنطقة العربية، بإعاز من أمريكا من ناحية أو من نعم. روسيا في المنطقة. فبالتالي أجندات تنفض عن طريق هذه الدول.